ننتقل الآن إلى بحث مع دكتور مضر سعود بعنوان Mechanical Behavior and Corrosion Properties of Titanium 7, Molybdenum 8, Niobium Alloy for Biomedical Applications. طبعاً دكتور مضر سعود هو دكتوراه في علوم وهندسة المواد مع تخصص في المواد الحيوية عام 2022، باحث في مركز الاستشارات والبحوث للتنمية والتخطيط التكنولوجي التابع لجامعة القاهرة، تأليف 10 منشورات في مجلات دولية مرموقة. أهلا بك دكتور، والوقت معك لتقديم البحث خلال هذا الوقت، تفضل. طبعا دكتور تقدر تحط تعرض لنا البرزنتيشن على الشاشة بعد إذنك. عم بحاول أعمل شير مع طيب. يعطيك العافية دكتور مضر، معك عبد العظيم من اللجنة التنظيمية. في عندك أنت خيار بريزنت، بتعطي ماي سكرين وبتروح الباوربوينت F5. موجودة ضمن خيارات المكالمة بالجوجل ميت. إنهاء مكالمة، ميوت سبيكر، في عندك بريزنت، صورة الشاشة طالعة منها سهم لفوق. جنب الكابشنز على اليمين في ايموجي، على يمينه في صورة هذا السهم والدائرة والمربع. اوكي. شفتها؟ تماما دكتور. اف 5 بتقدر تعرض البرزنتيشن تبعك؟ نعم طالع على نحن شايفينك على اللايف دكتور. نحن شايفينك على الكاميرا وفيك تحط اف 5 نشوف برزنتيشن بشكل كامل. طالع البرزنتيشن بس فيك تحط F5 مشان يطلع برزنتيشن فول سكرين. مو هو فول سكرين تقريبا؟ طيب اوكي دكتور فيك تبدا معنا. ايه تماما. مساء الخير الكريم، لجنة الإشراف على المؤتمر، شكرا لإتاحة الفرصة لأكون معكم بالدورة الثالثة لهذا المؤتمر ببحث بعنوان Mechanical Behavior, Corrosion and Biocompatibility Properties of Titanium, Molybdenum, Niobium Alloy for Biomedical Applications. موضوع المواضيع اللي راح نتطرق لها اليوم هي الـ Introduction، بعدين الـ Literature Review, Objectives و Experimental Work و Results and Discussion، وبالاخير conclusion. طبعا الامبلانت موضوع قديم كثير، تطور مع الزمن حتى ظهر في 1950 امبلانت مصنوعه من الستانلس ستيل، بس هي الالوي كان لها مشاكل كثير، منها المشكله الاكبر اللي هي بالبايو كومباتيبلتي مع الجسم، بالاضافه الى المشكله الميكانيكيه اللي هي الالاستيك موديول اللي قيمته بين 220 ل 230 جيجا باسكال، ومقارنه بالعظم الكون عند الانسان اللي هو بين 20 ل 30 جيجا باسكال. هذا الفرق الكبير بالالاستيك موديول عمل ميس ماتشنج ما بين العظم والامبلانت، فتشكل عندي ستريس شيلدنج وادى الى انهيار العظم، وصار يصير عندي ترقع عظام ومشاكل كثير. مع التقدم بالابحاث ظهر عندنا مواد جديده للتطبيقات الطبيه الحيويه مثل التيتانيوم الوي. ليش تيتانيوم الوي؟ لانه التيتانيوم هو هاي كوروجن ريزيستنس، لو سبيسيفيك جرافيتي، هاي سبيسيفيك سترينث، ونون ماجنتيك، والخاصيه الاهم في موضوع البايو ماتيريال اللي هو بايو كومباتيبل ماتيريال ومتوافق مع الجسم البشري. طبعا الالوي الاولى اللي استخدمت في واللي ما تزال مستخدمه لغايه الايام هاي هي التيتانيوم في الومنيوم 4 فانيديوم في الكوميرشال الالوي، بس هاي الالوي بتعاني من مجموعه من المشاكل، مثلا فيها عنصر
الفانيديوم اللي هو توكسيك اليمنت لما تحرر ايوناته في الدم وكان تعمل تسمم في الجسم. بالاضافه لذلك عنصر الالومنيوم لما تتحرر كمان بالدم الانسان مع التقدم بالعمر بيصير عندي امراض عصبيه مثل الاوستيوميليسيا والانيميا والنيورولوجيكال ديستورشن. والسبب الاخر لسوء هاي الالوي هو الميس ماتش ما بين الالوي وما بين البون اللي كانت موجوده بالستاندرد. دكتور مضر نعتذر على المقاطعه بس ولكن برزنتيشن ما عم يكمل. انت هلا فتح السلايد نيم صح؟ انت فيك تحط ايسك مثلا تطلع منه. ايه تماما هلا عم يقلب السلايدات. عندي تمام. عندي ايه تمام خلاص اذا بدك تتابع على هي الحاله وفيك تكمل. ماشي أوكي. تمام دكتور مضر مشكور كثير. بنكمل. التيتانيوم الوي بلعب ثاني هو الالاستيك مديول له حوالي 110 جيجا باسكال كمان في ميس ماتشنج ما بينه وما بين البون فهذا بيعطي كمان ستريس شيلدنج. فطبعا في كثير تطبيقات للتيتانيوم والتيتانيوم الوي بجميع انحاء الجسم فتم استخدامه بالكرينيال بليت بالستنتات للقلب بالبيس ميكر هيب جوينت والبوم بليت والني والفالف وبالدنتال امبلانت. طبعا التيتانيوم والتيتانيوم الوي التيتانيوم كمعدن هو عباره عن معدن البنيه المشريه او الستراكشر تبعه هي HCP. لما بنرفع درجه حرارته فوق 882 درجه سيلسيوس اللي هي بيتا ترانزيت تمبريتشر بيتحول الى بيسيسي. وفقا طبعا وفقا لهذا لهذه الحاله ممكن يتواجد عندنا التيتانيوم الوي حسب نسبه اضافه الالوينج اليمنت فيه الى الفا الوي ونير الفا، الفا بيتا ونير بيتا وبيتا الوي. طبعا الانتقال من حاله لحاله هو بيتم عن طريق اضافه الالوينج اليمنت يلي هي رح تنقلنا من حاله لحاله ورح تعطينا خواص فريده لكل نوع من هي الانواع. طبعا ابحاث كثير اشتغلوا على تطوير الامبلانت من ناحيتين، من ناحيه تقليل الالاستيك موديول ومن ناحيه البايو كومباتيبيليتي، وهي مجموعه من الابحاث. طبعا بالبحث يلي انا اشتغلت فيه حاولت اعزل الالومنيوم والفانيديوم كاللوينج اليمنت واستبدلهم بعناصر ثانيه يلي هن النيوبيوم والمولبيديوم لمجموعه من الاسباب. انا محتاج باللوي تبعي اني انتقل للبيتا فيس للالوي والنيوبيوم والمولبيديوم هن بيتا ستابلايزر، بالاضافه الى ذلك انه بخفضوا البيتا ترانزيت تمبريتشر والنيوبيوم والمولبيديوم لما بينتقلوا للطور بيتا فهم بيخفضوا اليونكس موديول والمعدنين كمان هم كومباتيبل بالنسبه للجسم البشري. طبعا الانتقال من حاله لحاله بالالويز بيختلف معي حسب المولبيديوم اكويفالنت. فلما بيكون اقل من اثنين بنكون بالنير الفا، من 4 to 6 بيكون بالالفا بيتا، ومن 10 to 15 بنكون بالميتا ستيبل، واخيرا بنصير بالستيبل اللوي. طبعا اللوي تبع فالاوبجكتيف للبحث تبعنا هو انه نعمل نيو نير بيتا تيتانيوم اللوي عن طريق اضافه المولبيديوم والنيوبيوم باستخدام الباودر ميتالورجي وباستخدام الكاستنج، وراح ندرس المايكروستراكشر والميكانيكال والبروبرتيز والكوروجن والبايو كومباتيبيليتي ونقارنها بالكوميرشال تيتانيوم الالومنيوم 4 فانيديوم. طبعا الميثودولوجي كانت من خلال تصنيع عينات عن طريق الباودر وعن طريق الكاستنج واختيار الباودر عن طريق الاليمنتال بلندز. من خلال عملية الميكس للعناصر السبائكية اللي موجودة معنا بالصورة اللي موضحة الخواص الكيميائية والفيزيائية للعناصر هاي، عملنا ميكسينج لهي المعادن عن طريق تربيولا ميكسير عند 150 RPM، بعدين عملنا بريسينج عند 600 ميجا باسكال، وعملنا سيلتنج عند 1250 درجة سيلسيوس،
وبعدين حطينا هالفرن لمده 6 ساعات حتى حصلنا على الستامبل بطريقه الباودر ميتالورجي. وبالنسبه لعينه التيتانيوم الالمنيوم 4 فانديوم قمنا بعمليه الكاستنج لحتى نحصل على الالوي اللي راح نقارن فيها. طبعا ثم انتقلنا على الكيميكال كومبوزيشن عن طريق جهاز بيعطيني نسبه الكيميكال كومبوزيشن للالويز مشان نتاكد من نسبه العناصر اللي احنا دخلناها بالالوي. فكانت عندي سبيكه تيتانيوم 7 مولبيديوم 8 نيوبيوم وسبيكه 6 الومنيوم 4 فانديوم. حسبنا بعدين البيتا ترانزيت تمبريتشر من خلال الايكويشن طلعت معي 815.5 سلسيوس، وحسبنا المولبيديوم ايكوفالنت طلع معنا 9.24. طبعا هو اكبر من 5 واقل من 12، فنحن الالوي تبعنا نير بيتا تيتانيوم الالوي. انتقلنا لمرحله الاكسبيرمنتال وورك، عملنا فيس مايكرو ستراكشر كاركترايزيشن قسنا البوروزيتي وعملنا اكس ار دي لنتاكد من لنحسب نسبه الفيسز اللي موجوده ضمن الالوي. عملنا اوبتيكال مايكروسكوب وسكاننج. بالنسبه للميكانيكال كاركترايزيشن عملنا حسبنا الالاستيك موديول اللي هو الخاصيه الاهم لدينا، وحسبنا الهاردنس والكومبريشن تيست لنحصل على الميكانيكال بروبرتيز، وعملنا وير كاركترايزيشن. بعدين عملنا قياس لسطح العينات بعد الكسر حتى نتاكد من طبيعه الكسر اللي بتصير اثناء الكسر اذا تعرضت الامبلانت عندي لكسر. طبعا بعدين انتقلنا للكوروجن والبايو كومباتيبلتي، عملنا الكتروكيميكال كاركترايزيشن حسب وبوتنشال دايناميك بي اي اس داتا لنتاكد من البايو كومباتيبلتي والكوروجن ريزيستنس. في البداية حضرنا العينات مشان عملية التصوير، صورنا بالسكانينج الكترون مايكروسكوب، عملنا XRD ديفراكشن مشان حساب الألفا والبيتا اللي موجودة بالعينة عندي، حسبنا البوريزيتي من خلال الإكويشن، وعملنا هاردنس من خلال جهاز الهاردنس عند 20 كيلو نيوت كيلو جرام لمدة 20 ثانية. بعدين عملنا اختبار الوير، طبعا هو ميكانيكال وير عند لود مختلفه عند 10 20 30 40 نيوتن لمده 30 ثانيه وبدوران للديسك عن طريق البين اون ديسك ماشين لمده 30 ثانيه و265 ار بي ام. عملنا بعدين الكومبريشن تيست حتى ناخذ الميكانيكال بروبرتيز من الكومبريشن، وبعدين حسبنا الكلاسيك موديول عن طريق فرق الفولوسيتي للالوينج اليمنت اللي داخل عندي بالتركيبه، وقمنا بعمليه التصوير بعد الكومبريشن بعد الويرز مشان نشوف طبيعه الكراك اللي تشكل عندي بعد عمليه الكسر. انتقلنا بعدين للاكسبيرمنتال الالكتروكيميكال كاركترايزيشن، عملنا البايو كومباتيبلتي من خلال البوتنشال ستيت عن طريق الجهاز مؤلف من 3 الكترودات اي جي سي ال وبلاتينيوم واير، وبالاضافه للعينه يلي عندي اللي بتنحط هون. طبعا قمنا اول شيء بانشاء او عمل سيميوليشن بودي فلويد او سائل يحاكي الدم البشري لجسم الانسان، وعرضنا العينه موضح المكونات تبعه بالجدول اللي موجود معنا على الشاشه. بعدين عملنا اميرشن لهي العينات لمده 3 ساعات حتى تاخذ التفاعل ما بين سطح العينه وما بين السيميوليشن بودي فلويد حتى يترسب عندي هيدروكسي ابيتايت. ننتقل بعدين لمرحله النتائج. طبعا السكانينج اعطاني صور دقيقه للتيتانيوم في الالومنيوم 4 فانديوم وللتيتانيوم مولبيديوم نيوبيوم. عم نشوف بالنسبه للتيتانيوم في الالومنيوم 4 فانديوم الباوندريز للالوي كبيره نوعا ما، والالوي مكونه معظمها من الفا يلي هي موجوده باللون الابيض، بينما بالنسبه للتيتانيوم 7 مولبيديوم 8 نيوبيوم كان عندي باوندريز جرينز اصغر، والجرين باوندري محاطه بطور الفا،
وعندي لاير متوازيه تحوي بداخلها على كميات قليله من الالفا ستراكشر يلي هي بتعطي القوه والصلابه للامبلانت يلي انا راح استخدمها، بالاضافه للبيتا ستراكشر يلي هو بيعطيني الداكتيليتي وبقلل لي الالاستيك موديول لاقل قيمه ممكنه. بعدين عملنا الاكس راي ديفراكشن، عم نلاحظ انه البيكس الاعلى هي للبيتا، ومن خلال التحليل بين معنى انه 86% من اللوي تبعي تحوي على بيتا ستراكشر، بيتا بيسيس ستراكشر، و14% اتش سي بي الفا فيس. بالنسبه للقياسات الميكانيكيه حسبنا الهاردنس، كانت قيمه الهاردنس للالوي يلي رح نستخدمها از امبلانت 380 اتش بي، بينما للتيتانيوم 64 306 اتش بي. بالنسبه للالاستيك موديول واللي هو الخاصيه الاهم والجوهريه بالبحث تبعنا، هو انه نوصل الالاستيك موديول قريب من الالاستيك موديول للعظم البشري مشان نقلل الميس ماتشنج ما بين العظم وما بين الامبلانت، ونلغي الستريس شيلدز. فمن خلال القياسات وجدنا ان الالاستيك موديول صار عندي 44.89 جيجا مقارنة بالتيتانيوم 64 اللي هي 115-120 جيجا باسكال. من خلال النتائج يلي حصلنا عليها من الكومبريشن تيست، حصلنا على قيم جوهرية وعالية للميكانيكال بروبرتيز يلي للتيتانيوم 7 فولبيديوم 8 نيوبيوم المعروض باللون الأحمر مقارنة بالتيتانيوم 6 ألمنيوم 4 فانيديوم. بالنسبه بعد ما صار عندنا عمليه الكسر، صورنا سطح الكسر الناتج عن انكسار الامبلانت يلي عرضناها للكومبريشن، فلاحظنا انه طبيعه الكسر هي دمبل ستراكشر، وهي الدمبل هي الحاله بتشكل عندي لما بكون اللوي عندي داكتايل، فهذا شيء خاصيه كويسه لانه قللت الالاستيك موديول وعطتني سماحيه اكبر للفراكشر من لانه ما بتنكسر على شكل بريتل ماتيريال، لا داكتايل ماتيريال. بالنسبه للوير ريزيستنس كمان عم نلاحظ باللون الاحمر ارتفاع بالوير ريزيستنس عند كل الاحمال يلي عرضنا لها الامبلانت. كمان سطح الكسر نفس الشيء بالوير، عم نلاحظ انه على شكل لاير، فهي بدل انه عندي انا فراكشر داكتايل فراكشر نفس مبدا الكومبريشن. بالانتقال للريزلت بالنسبه للالكتروكيميكال كاركترايزيشن، عملنا بوتنشال دايناميك بولرايزيشن تيست يلي موضح بالشكل اللي موجود قدامنا، والقيم تضعه موضحة بالجدول. عم نلاحظ انه المقاومة او الاي كوروجين اقل بالنسبة لعينتنا مقارنة بالتيتانيوم 6 ألمنيوم 4 فانيديوم، بالاضافة الى الاي باث يلي هو مدى عبور التيار عبر الباسيف لاير يلي تشكلت على سطح العينة واللي هي مكونة من الهيدروكسي ابيتايت المترسب على سطح العينة. بالنسبة للتيتانيوم 7 مولبيديوم 4 8 نيوبيوم اقل بكثير من الجي كوروجن الجي باس عفوا يلي تشكل عندي بالتيتانيوم 6 ألمنيوم 4 فانيديوم، وهذا موضح بالنوز يلي موجود بالشكل يلي اعطاني اقل قيمه للكرنت دنسيتي. بعدين عملنا سيميوليشن للالويز يلي معنا للتيتانيوم 6 ألمنيوم 4 فانيديوم وللتيتانيوم 7 مولبيديوم نيوبيوم، عملنا على شكل سيركت، فعم نلاحظ انه التيتانيوم 6 4 مكون من سيركت واحده، اما التيتانيوم 7 مولبيديوم 8 نيوبيوم مكون من 2 سيركت. طبعا بالنظر الى الكيرف اللي طلع معي من عمليه سيميوليشن، عم نلاحظ انه الخط المتصل يلي هو عباره عن الخط سيميوليشن
مع الخط المنقط يلي هو الخط مع الخط المنقط متطابقين مع بعض، فمعناها هذا بشير انه السيركت يلي اخترناها لكلا الالوي متوافقه مع المطلوب. وعم نلاحظ من الكيرف انه الدايامتر للتيتانيوم 7 مولبيديوم 8 نيوبيوم اكبر بكثير من الدايامتر بالنسبه للتيتانيوم 6 المنيوم 4 فانيوم، وهذا بشير انه البس انه الكوروجن ريزيستنس للتيتانيوم 7 مولبيديوم 8 نيوبيوم هي اكبر بكثير من القيم يلي تعطيها التيتانيوم 6 المنيوم 4 فانيوم. بالنسبه للفيس انجل عم نلاحظ ان الفيس انجل تقترب من ال 78، فهي قيمه كبيره بتعطيني او بتعطيني مؤشر انه الباسيف لاير يلي مكون من الهيدروكسي ابيتايك اللي تشكلت على سطح الالوي عندي افضل ومقاومه اكثر من الباسيف لاير يلي تشكلت حاله التيتانيوم 6 المنيوم 4 فانيديوم. بالنسبه للنيكويست بلوت كمان عندي الريزيستنس يلي موجوده بالخط الاحمر للتيتانيوم 7 مولبيديوم نيوبيوم اكبر او اعلى من الريزيستنس للتيتانيوم 6 المنيوم 4 فانيديوم، وهذا بدل انه الكوروجن ريزيستنس عندي للتيتانيوم مولبيديوم نيوبيوم الوي اعلى بكثير والباسيف لاير اللي بتتشكل عندي اكبر. طبعا لو رجعنا على السيمي سيركل على السيركلز اللي تشكلت عندي عم نلاحظ انه التيتانيوم 7 مولبيديوم 8 نيوبيوم تحوي على 2 ريزيستنس، وهذا دليل انه بتشكل عندي طبقتين من الهيدروكسي ابيتايت، طبقه بوروس اللي هي ما بين المعدن والهيدروكسي او سوليوشن، وطبقه ما بين الهيدروكسي مع الـ مع الـ مع البون يلي هي بتكون طبقه ثيك وثيك وسميكه وصلبه. فانا عندي هون اضافه جديده انه انا شكلت دبل لاير بدل ما هي كانت دبل ما كانت لاير واحده بالتيتانيوم الالمنيوم 4 فانيوم. طبعا عم نلاحظ كمان من خلال القيم اللي موجوده بالجدول انه الريزيستنس يلي كانت معي بالنسبه للتيتانيوم 7 مولبيديوم 8 نيوبيوم 66.9، بينما بالنسبه للتيتانيوم 6 المنيوم 4 فانيوم هي 12.3. طبعا في اختلاف كبير وقيم كبيره للريزيستنس للباسيف لاير يلي تشكلت عندي على سطح العينه. طبعا هي كنتائج شامله لهذا الموضوع. كملخص وللنتائج اللي حصلنا عليها، انا قدرت اني اعمل نيو تيتانيوم الوي مكونه من 7 مولبيديوم 8 نيوبيوم تحوي على بنيه مكونه من وايت بنشتيتين ستراكشر يلي هو بنيه فريده نادرا ما تتكون بالتيتانيوم اللويز، بالاضافه الى عملت الكومبريشن تيست وعطاني قيم عاليه لليلد سترينس وللقيم بقيمه 1260 ميجا باسكال مقارنه ب 925 للست 4. قللت الالاستيك موديول بقيمه جوهريه هي 44.9 مقارنه بالالوي القديم اللي كان حوالي 115 جيجا باسكال. اعطيت قيم عاليه للوير ريزيستنس وقيم عاليه للبوتنشو دايناميك تيست وكوروجن عالي، ومن خلال اي اي اس داتا لاحظنا انه اتشكل عندي تو باسيف لاير بدل ما كان متشكل عندي بالحاله الكاستنج للتيتانيوم 6 المنيوم 4 فانيوم لاير واحده. من خلال هي النتائج الكبيره اللي حصلنا عليها فتعتبر الالوي الجديده اللي هي تيتانيوم 7 مولبيديوم 8 نيوبيوم مرشح قوي لتكون نيو الوي فور بايوميديكال ابلكيشن. طبعا هذا جزء من بحث ضخم مستمر لهي الالوي ومعرضه للتطوير. طبعا لسه عملنا عمليات كاستنج وعمليات هيت تريتمنت للالوي حوالي 10 هيت تريتمنت
حاولنا نرسب هيدروكسي أبيتايت بطرق صناعية، بس الوقت ما بيسمح لنا نستعرض طبعا كل هاي النتائج، فأنا اكتفيت بهاي النتائج وشكرا لحسن استماعكم واستماعكم. شكرا دكتور مضل، يعطيك العافيه. محاضره كثير حلوه وبحث رائع جدا، وهون بيعطي الربط بين قسم علم المواد، تصميم ميكانيكي علم المواد، وربط بالهندسه الطبيه. حضرتك بقسم علم المواد دكتور؟ علم المواد. انتم بتساووا ربط بين قسم الطبيه وقسم علم المواد ولا عندكم؟ الله يعطيك العافية، شكرا كثير. في عنا شيء أسئلة إذا كان جمهور؟ تفضل أستاذ، المايك بعد إذنكم. نحن أستاذ دكتور عنا كثير أبحاث تربط بين قسم الهندسة الطبية وقسم التصميم الميكانيكي علم المواد، وهي الطالب هلا بده يحكي، حيحكي كمان هو عم يبحثه له علاقه بالهندسه الطبيه وعلم المواد. تفضل. اول شيء يعطيك العافيه استاذ، شكرا على المحاضره السلسه والحلوه، بس سؤالي كان اختبار البن اون ديسك، كان الزمن يمكن انا سمعته 30 ثانيه، هل هو زمن كافي يعني لحتى تاخذ الكوريجن يعني من يعطي نتائج صحيحه للاختبار تبعه، او يمكن انا سمعت اي خطا؟ لا صح، الزمن هو 30 ثانيه، اللي عم نشتغل عن بين على بين اون ديسك ماشين بتدور حوالي 365 دوره بالدقيقه، والعينات تبعي هي كانت عينات باودر ميتالورجي، تمام؟ فالباودر ميتالورجي بيختلف عن العينات المعموله عن طريق الكاستنج. الباودر ميتالورجي انت عم تعرض، هي باودر مضغوطه يعني مو معرضه للكاستنج، فال البون تبعه مو مترابطه مع بعض مثل ما بتكون بالكاستنج، يعني انت ما عم تعمل كاستنج للعينات، انت عم تعمل عمليه دمج للعينات، فانت بالبن اون ديسك ماشين انت لو حطيتها فتره زمنيه طويله راح تتحول كلها لايروجن يعني. فحتى بالستاندر الـ ATM بالتيتانيوم الوي المصنوعه بطريقه الباوزر ميتالورجي، طبعا الزمن هو ماخوذ من الستاندر يعني مو اعتباطي، يعني ما بناخذه اعتباطيا. تمام استاذ، بس كمان نوعيه السطح المقابل بين نفس المعدن واللي من معدن ثاني؟ اكيد معدن ثاني، ستانلس ستيل معرض للهاردنينج عند درجات حراره عاليه ومبرد تبريد سريع. تمام، هو احسن من الـ من الـ من, الـ من العين اللي عم تعملها انت. طبعا اكيد. دكتور مضر شكرا كثير، نحن رح نعطي الطالب اذا ما عندك مانع ايميل حضرتك يتواصل معك اذا عنده شيء اسئله، التعاون يكون بيننا وبينكم، وان شاء الله بنستاهل يكون في تعاون بيننا وبين جمهوريه مصر العربيه المركز الابحاث اللي حضرتك تشتغل فيه. في سؤال ثاني؟ بس على السريع لانه مشان وقت الدكتور ما ناخذ من معك وقت الدكتور؟ دكتور بس ادخال تقنيات النانو على البحث تبعك، يعني عملت دراسه على الموضوع هذا ولا؟ حاليا عم بشتغل على بحث جديد بس مو للباودر ميتالورجي، حاليا عم نشتغل على الهاي دنسيتي بولي ايثيلين مع اضافه تيتانيوم اوكسايد، يعني حولت معدن التيتانيوم لاكسيد التيتانيوم، دمجناه على شكل نانو بارتيكل ضمن هاي دنسيتي بولي ايثيلين واختبرنا طبعا وعملنا بيبر، وحاليا البيبر اندر ريفيو ان شاء الله كمان ممكن ننشرها عندنا بسوريا لما تطلع نتائج، لما يعني او نبعثها للجامعه عندكم تطلعوا عليها وتشوفوها ان شاء الله. ان شاء الله من الموفقين دكتور، الله يوفقك.
شرفنا بوجودك معنا دكتور مضر، شكرا كثير لك لوقتك الثمين، اعطيتنا من علمك ومن ابحاثك، شكرا كثير، يعطيك العافيه. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. بشكركم لوجودكم الجمهور. هاي اليوم الاول انتهى، الجلسه الثالثه ب 28/4 لمؤتمرنا. الله يعطيكم العافيه، شكرا كثير لكم.